التابعة لولايه المونستير. توا موجودين في المتحف الاثري بلمطة، اللقاء الاهم باش نعملوه مع بعضنا ان شاء الله في صيادة، وين باش نعملوا ورشة تدوين مفتوحة الناس كل مع بعضنا. الأجواء كانت ممتازة وسجلت حضور مجموعة من المداومين اللي جاوا من برشا مناطق تونسية كيما دوز وزغوان باش يتقاسموا تجاربهم في العالم الافتراضي من خلال التدوين، ويطرحوا آراء من شأنها تطوير فضاء التعبير هذا وتوثيق نشاطه. جماعة جاوا حدانا الصيادة اليوم، جمعية المداومين التونسيين، باش نعملوا هالورشة هذه مع مجموعة من الشباب وكهول مدينة صيادة وأطفال مدينة صيادة، باش نعملوا فورماسيون على التدوين. والناس كل هنا خرجت بعد انديبا صغير عملت المدونة نتاعها. ونذكروا ان ورشة التدوين هذه ماهيش لولا، على خاطر سبقتها ورشة اخرى نهار 26 ديسمبر 2011 واحتضنتها ولاية دوز، وكانت الفكرة الكريم بن عبد الله وبتنسيق من شهاب نصر. والورشة في صيادة كانت تأكيد على عزم برشا مدونين توانسة على بلورة الافكار اللي طرحوها خلال زوج ورشات، والتخطيط الاول ملتقى للمدونين التوانسة واللي باش ينعقد في ولاية دوز نقطة بداية الحلم هذا في مارس القادم.